طيب خليني ابتدي مع حضراتكم بخبر مهم وخاص بدعوه الكاف، دعوه رسميه وجهها الاتحاد الافريقي لكره القدم للكابتن محمود الخطيب، طبعا اسطوره الكره الافريقيه والمصريه واسطوره النادي الاهلي، لحضور حفل تتويج افضل لاعب في العالم، والحفل اللي هيكون او عفوا افضل لاعب في افريقيا، الحفل هيكون غدا باذن الله تعالى في الغردقه. الدعوه وجهت بشكل رسمي للكابتن محمود الخطيب، واحنا عارفين الكابتن محمود الخطيب اسطوره من اساطير الكره الافريقيه، وكان طبعا سفير بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر 2019 من خلال الكاف، وكمان حضر اجتماعات الاتحاد الدولي من خلال انفنتينو لتطوير الكره الافريقيه، واكيد امور جديده عديده بيحضرها الكابتن محمود الخطيب بصفته احد ابرز نجوم القاره الافريقيه. هو اكيد ان شاء الله هيكون متواجد بكره في هذا الحفل.